رمضان زمان البركات. احمد العمري، مواليد قريه الدير، مركز طوخه، اليوبيه. لم ادع الارض لاعداء، الذكر فيك يا طيب. فنان ومبتهل وثلاثي في دار الاوبرا المصريه، فرقه الانشاد الديني. ربنا اكرمني، مثلت مصر في مسابقه منشد الشارقه سنه 2014. سنه 2015 حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهوريه في الانشاد الديني في مسابقه ابداع، وبعدها حصلت على مسابقه اندى الاصوات المركز الاول تحت رعايه شيخ الازهر في الرواق الازهري سنه 2016. انتظروني يا احمد العمري على بوابه اخبار اليوم في رمضان، وكل عام وحضراتكم بالف خير.